هذه السيدة فاطمة التي رباها رسول الله، قلت لك أنا من الصغر يعني يدخل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على رأسه شيء من التراب بسبب أحد الأشقياء من الكفار، وضع على رأسه تراب وغبار، فتقوم السيدة فاطمة هي التي تغسل التراب عنه صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تبكي يا بني فإن الله مانع أباكي. في المقابل كان يشعرها بمعنى المكانة التي لها عنده، يقول صلى الله عليه وآله وسلم، يقولون أن سيدنا العباس وسيدنا علي استأذنا على رسول الله فأذن لهما، فقال يا رسول الله من أحب أهلك أهل بيتك إليك؟ قال فاطمة بنت محمد. قالوا ما عن هذا نسأل، يعني مش عن السيدات النساء وعن بناتك، يعني نحن بقية الرجال أهل بيتك. فاطمة بنت محمد قال لهم فما عن هذا نسألك، من أحب أهل بيتك إليك؟ قال أسامة بن زيد وعلي بن أبي طالب. فقال له العباس وجعلت عمك آخر الناس؟ قال إن عليا قد سبقك بالهجرة يا عم، يعني أن له قدم صدق في خدمة الإسلام. الشاهد هنا أن فاطمة تستشعر هذه المعاني، يسألون عن شيء بينهم الرجال فيقول فاطمة. هذا الإغداق بالمحبة قابله أيضا تحميل المسؤولية، مع مسؤولية الهجرة التي تحملتها في الصغر، مع مسؤولية دفع الأذى عن أبيها، مع مسؤولية أنها هي التي ضمدت جراح النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحد، كان لما كانت الدماء تتفجر منه صلى الله عليه وسلم لما ضرب روحي له الفداء حتى دخلت حلقات المغفر في وجنتيه الشريفتين، كان الدم يتدفق منها، فكانت كلما مسحت الدم سال ينزف، فأخذت حصيرة وحرقتها وذرت الرماد، يعني كبسته على الجرح حتى يتوقف، وهي تقول وهي تبكي وتقول كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم. أيضا التقويم، يعني انظر الحب الحنانة، لكن في تقويم، في تقويم، والتقويم على مستوى عالي يتناسب مع مستوى المقام الذي أنزلت فيه. تمام. يذكرون أن السيدة فاطمة عليها سلام الله تعبت في خدمة البيت، يعني كانت خدمة البيت شاقة عليها، تطحن الرحى حتى مجلت يدها، تجرحت يدها عليها السلام، وحملت القربة حتى أثرت في نحرها ظهر أثرها، وكنست البيت حتى أخبر ثوبها. فجاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم سبي، فقال سيدنا علي بن أبي طالب هل سألت أباك خادما، يعني امرأة تخدمك تقوم معك. جاء في رواية أنها دخلت فلم تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن وجدت سيدتنا عائشة فحدثتها. في رواية أنها دخلت فاستحت أن تخبر رسول الله، وفي رواية أنها أخبرته، وعلى كل بلغ الخبر إلى رسول الله، فأرسل أني آتيكم إلى حجرتكم. يقول سيدنا علي فلما أدركنا الليل استأذن علينا رسول الله فأذن له، وقبل أن نقوم قال مكانكما، ودخل وجلس على الفراش بيني وبين فاطمة. يقول سيدنا علي حتى وجدت برد قدمه في صدري صلى الله عليه وسلم، وقال يا فاطمة ألا أدلك على شيء هو خير لك من خادم؟ تسبحين الله 33 وتحمدين الله 33 وتكبرين الله 34 فذلك تمام 100 وهو خير لك من خادم. طيب احنا نعلم ان الوجود الخدم ليس بحرام، ليس بامر محرم، يعني هو حلال ما دام الانسان مستطيع، لكن الحبيب هنا عمل السيده فاطمه عليها سلام الله على انها مختلفه، عملها على انها تعشق المراتب العاليه، حفزها الى الشيء الذي هو اعلى الذي هو ارقى. وكان من ثمار ذلك أنه أثر أنها كانت إذا أتت بهذا الذكر يدب النشاط، يعود النشاط إليها، ولهذا السيدات اللي يهتمين بالعمل ببيوتهن، يعني التي لديهن اهتمام بالعمل بالبيوت تحرصي على هذا الذكر، تشعرين بالنشاط إن شاء الله بعده.